اهلا بيكم، انا سامي من فوزي اكاديمي، ونحن نتكلم النهارده عن خاصيه البحث عن الصور. جوجل الحقيقه مميز وعنده 4 طرق للبحث عن الصور عشان تعرف حتى لو صورك تعرف حد تاني مستخدمها ولا لا، خاصه لو كنت انت مصور محترف. طب دلوقتي الطريقه الاولى، احنا رحنا على image.google.com واخترنا search by image، يعني هبحث بصوره عندي. دي الطريقه الاولانيه. لما بنضغط على الايقونه ديت بتديني احتمالين، الاحتمالين هنختار upload an image، ودي هنجيبها من الكمبيوتر بتاعنا ونشوف الصوره دي موجوده فين. بنقول open وبتظهر لك صفحه فيها كل المواقع. الطريقه الثانيه ان انا اعمل upload للصوره مباشره، اهو حطيتها مباشره وهو يدور اوتوماتيك ويجيب لك برضو نفس ما. الطريقة التالتة انك تعمل رايت كليك على الصورة وتختار كوبي ايميج ادريس، وعملت كوبي من الادريس تروح مرة تانية على image.google.com وتختار بيست ايميج يو ار ال وتعمل سيرش باي ايميج ويجيب لك برضو نفسها. الطريقة الرابعة والاخيرة، بنعمل تنزيل لبرنامج جوجل ايميج سيرش ونعمل اد الاكستنشن لكروم او الفايرفوكس، وبتظهر لي ايقونه جديده هنا اسمها سيرش جوجل يوزنج ذيس ايمج، وهو مباشره على طول بيفهم هي فين ويجيبها لك. طيب انا بشكركم، ارجو ان المعلومات دي تكون مفيده، وتشيروا الفيديو ده وتشتركوا في القناه وتزوروا موقعنا على فوزي اكاديمي.com.